وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك، والله لله كلمات رائعة يجب على الأمة أن تقدرها وأن نأخذ على يده وأن نعينه ونساعده. تبقى دائما ليبيا في الصدارة، ولم لا؟ وقد جعلها الله جل وعلا في صدارة القارة الإفريقية حتى نصبوا قائدها ملكا لملوك إفريقيا التقليديين، والحمد لله رب العالمين. الرسالة الأخيرة للأخ القائد معمر القذافي، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه البطانة الصالحة، فإن الأمة ولاده وإن ليبيا ولاده والحمد لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعله سببا في نصرة الإسلام وأهله وفي حفظ كتاب الله جل وعلا. فأسأل الله أن يديم العادة على قائد ليبيا وشعبها، وأن نجتمع جميعا على حفظ كتاب الله جل وعلا. وأقول له حتى يقال أننا ننصف القادة والكبار، يا رجل إن ثمرة ما قمت به تجاه القرآن ماثلة وظاهرة، وهي أن أكثر من 1,000,000 من أبناء الشعب الليبي يحفظون كتاب الله جل وعلا، بل إنك فعلت فعلة أعجبتنا للإنصاف، وكنت أتمناها من سائر قادة العرب. والأمر لله، حينما وقف في مجلس الأمن ومزق دستورهم وألقاه خلف ظهره وأثبت لهم أنهم ظالمون حاقدون محاربون للعرب وللمسلمين، أقول له لقد قلت كلمة حق عند سلطان جائر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم يعلمون حسني مبارك وربع يعلمون من طغاة العرب، إذا انتشر التشيع في بلدانهم فعروشهم تسقط، يعلمون ذلك، لأن التشيع مبدأ ضد الظالمين. لماذا يسموننا الرافضة؟ لأننا نرفض الظالمين، هؤلاء الحكام الخونة الطواغيت الطغاة. أنذركم بما أنذركم به جعفر بن محمد.
محمد الصادق صلوات الله عليه. إمامنا الصادق قال كلمة ما زال صداها يرن في أذن التاريخ إلى يومنا هذا، وهي بمثابة إنذار لكل طاغية من طغاة العرب. قال صلوات الله عليه كما في الكافي الشريف: ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب. هذه المقولة من إمامنا الصادق عليه السلام هي إنذار لكم: ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب. هكذا قال صادق آل محمد عليه السلام وهو يشير إلى حفيده الموعود مهدينا وتاج رؤوسنا الذي سيأتي ويقتلعكم ويسقط عروشكم، هذه العروش التي تجبرت وجثمت على صدور هذه الشعوب المظلومة. اليوم هذه الأمة تتجه نحو التشيع لأنها علمت سقوط ما يسمى بين قوسين الإسلام السني، هذا الإسلام الذي يعود الشعوب على الخنوع والاستكانة والذل للظالمين والطغاة. تعلمون مبدأ تلك الطائفة، مبدأها أطع للأمير وإن ظلمك وإن قتلك، أطع للسلطان، أطع السلطان وإن كان براً أو فاجراً، مهما يكن طاعة السلطان على العميان. هكذا يعلمون بأن التشيع على خلاف ذلك، التشيع على طرف النقيض من الظالمين والطغاة، لهذا يهابون التشيع، لهذا يحاربون التشيع، لهذا يحاولون إيقاف المد الشيعي، لكن هيهات، التشيع سيل يجرفكم عن بكرة أبيكم. الله أكبر، الله أكبر، الله. انشغلتوا بالحكام، لأن أصل الجماعة الخروج على الحاكم. لو انشغلتوا بالحكام وخرجتوا عليه وبقت مهاترات ودماء بين القوات الحاكمة وبين الإخوة الملتزمين، هتبقى دماء وأشلاء. ساعتها اللي يجي يقطف الثمرة مين؟ الروافض. هيجوا بقى والله لا هنجد مسجد نركع ونسجد فيه، وأعراضنا هتنتهك في الشوارع علناً، ووالله لن نجد كتابا نقرأ فيه. هتبقى مصريين. والتجربة موجودة في العراق. بالضبط. التجربة موجودة. بالضبط. أكيد سوري بدل.
ألا ليت هؤلاء الذين ثاروا هذه الأيام على طاغية تونس وعلى طاغية مصر، ليتهم ثاروا على طاغية السقيفة. لم يأتي بهؤلاء الطغاة إلا عمر بن الخطاب. لولا عمر لما حصل أول انقلاب على الشرعية في الإسلام. لولا عمر لما جاء أبو بكر ابن أبي قحافة وتولى السلطة غصبا، ثم من بعده جاء عمر وثم عثمان، وفي فجوة زمنية قصيرة رجع الأمر إلى أهله وهو علي والحسن عليهما السلام، ثم عاد كرة أخرى إلى بني أمية فبني العباس فآل عثمان، فهذه الدويلات التي الآن تعانون منها. هذه الأنظمة أنتم حررتم أنفسكم من طاغية تونس، من طاغية مصر، ولكنكم لم تحرروا أنفسكم بعد من طاغية السقيفة، ولذلك أنتم في ازدواجية. إذا سألنا هؤلاء الذين ثاروا لما ثرتم، لقالوا الظلم اضطرنا إلى أن نثور. ظلم الظالم، عجبا، فلما لا تثورون على ظلم عمر؟ ألم يظلم؟